خلينا نشوف الأول هذا الفيديو ونرجع ناخد اتصال هاتفي للتعليق على هذا الخبر. استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها، احتفلت القوات البحرية بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز جو ويند، والتي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية إذانا بتجهيزها واستعدادا لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية. بدأت مراسم الاحتفال بكلمة الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز أول فرقاطة بأيدي مصرية. وأضاف الفريق أحمد خالد أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية. وألقى رئيس مجلس إدارة شركة الترسانة البحرية كلمة شرح خلالها مراحل إنتاج الفرقاطة والمواصفات الفنية التي رعي فيها استخدام كافة المعايير العالمية في مجال إنتاج وصناعة السفن الحربية. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية وسعيهم للأمام بأحدث التقنيات والخبرات بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي. وقام قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب بتدشين الفرقاطة بورسعيد طراز جو ويند، كما أعطى إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة. وخلال الاحتفال تسلمت القوات البحرية عدد 2 لانش جديد من الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن إذانا بدخولهم الخدمة في القوات البحرية. حضر مراسم التدشين محافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية ووفد فرنسي رفيع المستوى يترأسه السفير الفرنسي بمصر. خلونا ناخد هاتفيا اللواء بحري أركان حرب متقاعد أحمد محمد الصادق مدير الكلية البحرية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، مساء الخير. يعني اسمح لي أتوجه لحضرتك بسؤال، إيه أهمية تدشين أول فرقاطة مصرية وإيه هو طراز جو ويند؟ وإيه أهمية إن احنا نبني هذا الطراز في شركة ترسانة اسكندرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بهني القوات البحرية المصرية وبهني زملاء السلاح بهذا العمل العظيم، بناء الفرقاطة الشبحية من طراز جو ويند، وهي فرقاطة لها قدرة قتالية عالية ويصعب اكتشافها في البحر لما تتمتع به من تكنولوجيا عالية جدا. وطبعا لولا ثقة الجانب الفرنسي لما أعطانا تلك التكنولوجيا الرعالية، ولما أعطانا أسلوب تصنيع تلك السفن. ودي تعتبر ثاني سفينة، احنا استلمنا السفينة الفاتح من الجانب الفرنسي وبنصنع الآن 3 سفن من هذا الطراز بترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية. فده عمل وإنجاز عظيم. ففي البداية شكرا لكل من بذل جهد في صمت لإنتاج هذه المنظومة وهذا التسليح الذي يمكن من الدفاع به عن سواحله. النهارده السيد اللواء كان رئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب الفرنسية، وهو بيتكلم قال انه يعني سعيد جدا بان احنا في عندنا مستوى احترافي هو شافه في رجال شركه ترسانه الاسكندريه. في اعتقاد حضرتك وفكره ان هم طبعا ملمين باحدث التقنيات والخبرات وانه ده خلاهم في النهايه قادرين ينفذوا الفرقاطه الجديده في توقيت قياسي كمان، وكان وفقا لبرنامج زمني متفق عليه للتصنيع ومحدد وتم الالتزام بهذا الجدول. السؤال هنا يا فندم، ايه اهميه الشراكات دي ومصر منفتحه على العالم ويعني عندنا اتفاقيات استراتيجيه مع عدد كبير من الدول، فكره التعاون هنا مع الجانب الفرنسي
وانه رئيس شركه كبيره زي نافال جروب يكون موجود ويشوف ده، ده اهميته ايه يا فندم؟ شوفي حضرتك، لولا الثقه ولولا انهم بيقيسوا قدرات مصر على انتاج هذا النوع من السلاح، ولولا العلاقات المتميزه مع دوله عظمى زي فرنسا، ما كانوا اعطانا التكنولوجيا التي نصنع بها هذه السفن. وطبعا السفينه اللي هي تعتبر فرقاطه قادره على حمايه سواحلنا في البحر الابيض والبحر الاحمر، ذات تكنولوجيا عاليه جدا قياسا على السفن التي تصنع حاليا. هذه الفرقاطة لها مميزات كبيرة، قادرة على بتحمل صواريخ سطح سطح، قادرة على تدمير سفن السطح والطائرات المعادية، وبتعمل تحت سفن تحت الماء ضد الغواصات. فده التسليح الأساسي اللي موجود في السفينة، قادرة على حمل طائرة زنة 10 طن، قادرة على الإبحار لمدة 11 يوم بسرعة 25 عقدة، لها منظومة استشعار من بعد عالية التكنولوجيا، لها قدرة على الإخفاء زي ما قلت لحضرتك أن هي يصعب رؤيتها على الرادار. فهي الحقيقة إضافة جديدة لقدرات القوات البحرية، وإضافة جديدة للمنظومة القتالية للقوات البحرية، وطبعا الغرض منها حماية سواحلنا وما يهلنا الإقليمية والمناطق الاقتصادية وقناة السويس. وطبعا حضرتك عارفة القوة هي اللي بتتكلم دلوقتي في العالم، ولولا هذه القوة موجودة في يد مصر مش هنقدر ننفذ القانون البحري وهنحافظ على ثرواتنا والمنطقة الاقتصادية. بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة، سيادة اللواء بحري أركان حرب متقاعد أحمد محمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق.